مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. المادة اللغة العربية، الصف الأول الأساسي، المشرفة ريما ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال الصغر، ها قد عدنا إليكم بحرف جديد، وحرفنا اليوم حرف الضاء. لنشاهد هذه القصة معا. الرسالة. محفوظ وظافر صديقان مخلصان لبعضهما بعضا، يتعلمان في مدرسة الظرفاء. في العطلة الصيفية سافر ظافر إلى جده مصفر في قرية المحظوظين، فقضى فيها ظافر وقتا ممتعا مع صغار الحيوانات في المرعى وفي الحظيرة أيضا. اشتاق محفوظ لصديقه ظافر فكتب له رسالة وضعها في ظرف الرسائل وكتب عليه العنوان وألصق طابع البريد ووضعها في صندوق الرسائل. وعندما وصلت الرسالة ظافرا فرح بها لأنها من صديقه محفوظ، وقال يحدث نفسه: أنت صديق مخلص وظريف يا محفوظ، اشتقت إليك وتمنيت لو أنك معي. إذن يا أطفال، حرفنا اليوم حرف الضاء. الأهداف: تمييز أشكال حرف الضاء، تحليل الكلمات إلى مقاطع، تركيب من المقاطع كلمات. التدريب الأول: أنطقوا. كما تعلمنا سابقا، ننطق الحرف مع حركات المد القصير: أذ سكون، أذ، أذ فتحة، ضه، أذ ضمة، ضو، أذ كسرة، ضي. مرة أخرى: أذ، ضه، ضو، ضي. رائعين. والآن مع أحرف المد الطويل: ضا، ضو، ضي. مرة أخرى: ضا، ضو، ضي. رائعين. التدريب الثاني: أردد الكلمات منتبها إلى صوت حرف الضاء. في الكلمة الأولى: ظفرن، ظفرن. وفي الكلمة الثانية: نظام، نظام. وفي الكلمة الأخيرة: حفظ، حفظ. لنردد الكلمات بصوت أعلى يا صغاري: ظفر، نظام، حفظ. بارك الله فيكم. التدريب الثالث: أضع دائرة حول حرف الضاء. هل هذا حرف الضاء؟ أحسنتم، أضع دائرة حول الحرف. والحرف الذي بعده ليس حرف الضاء. أحسنتم. والحرف الذي بعده أيضا ليس حرف الضاء. وهنا، هل هذا حرف الضاء؟ أحسنتم، رائعين، أضع دائرة حول الحرف. هل هذا حرف الضاء؟ لا. وهنا، هل هذا حرف الضاء؟ أحسنتم، أضع دائرة حول الحرف. وهنا، هل هذا حرف الضاء؟ لا. والحرف الأخير، هل هذا حرف الضاء؟ نعم، أحسنتم، أضع دائرة حول الحرف. التدريب الرابع بصفحة 67: أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الضاء. لنرى في الكلمة الأولى: ظهر. إذن هل هنا حوت الكلمة حرف الضاء؟ أحسنتم، قد حوت الكلمة حرف الضاء، وقد جاء حرف الضاء في بداية الكلمة. إذن أضع دائرة حول الكلمة. أما في الكلمة هنا:
شرب. هل هنا حوت الكلمة حرف الضاء يا أطفال؟ لا. وهنا ظرف، ظرف. هل هنا حوت الكلمة يا أطفال حرف الضاء؟ أحسنتم. أضع دائرة حول الكلمة. وهنا عطاف، عطاف. هل هنا حوت الكلمة حرف الضاء يا أطفال؟ لا. أما في الكلمة الأخيرة محفظة، محفظة. هل هنا حوت الكلمة حرف الضاء؟ أحسنتم، رائعين. إذن قد حوت الكلمة حرف الضاء. أضع دائرة حول الكلمة يا أطفال. التدريب الخامس، أحلل الكلمات إلى مقاطع. لنحلل الكلمة الأولى ظريف. عند تحليلها يا أطفال ظريف. أما في الكلمة الثانية عظام، عند تحليلها تصبح عظام. أما في الكلمة الأخيرة محفوظ، عند تحليلها محفوظ. كنتم رائعين. التدريب السادس، أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ. ظافر. ماذا تصبح؟ أحسنتم، ظافر. ظاهر. ماذا تصبح؟ أحسنتم، ظاهر. والآن يا أطفال الصغار، هيا بنا لنقرأ اقرأوا. في الجملة الأولى ظافر طالب نظيف ومنظم. مرة أخرى ظافر طالب نظيف ومنظم، رائعين. أما في الجملة الثانية رمى الغراب الحجارة في الجرة. مرة أخرى بصوت أعلى رمى الغراب الحجارة في الجرة. أحسنتم يا أطفال، كنتم رائعين، بارك الله فيكم. نلتقي بدرس جديد، إلى اللقاء.